نهاركم زين اليوم، جيتكم بروتينات للكويزينير ام دي اف للجرات بصفة خاصة. حبيت نفيدكم بالحاجة اللي حبيتنا اليوم نعملها وهوكا نعمل فيها معاكم على المباشر، اللي هو الكاغط اللاصق نغلف به الجرات، والحكمة من ذلك. وباش نقولكم زادة على الخلطة السرية اللي ننظفوا بها الام دي اف. انا زادة عندي بيت نوم ام دي اف، توا عندي 6 سنين معارسة ما شاء الله معناها. بالنسبة للجر الام دي اف، انا الحقيقة عندي توا 9 شهور كويزينير ام دي اف، اكل الجرات ما نعمل حتى شيء، حطيت كل شيء تلكيلي يا اخي. بعد اكتشفت اللي كل مرة تحلي فيه شوية ملفاح، تحلي فيه شوية حتى الغبرة، سبحان الله حتى الغبرة ما نعرفش منين تجي، لكن تجي أكلي. وليت علاش ليه ما نغلفوش بالكاغط اللاصق، نختار هكا لون كلير لون فاتح نغلفه، ماذا بيا يبدا طالع زادة من الجناب الكل الأربعة. بالنسبة للرف، هذا الرف الثاني الأول يا ربي اللي تحت الغاز، حطيت فيه المنادل، حطيت فيه المغارف الفراشة السيبورة ذاك النيلون، هذاك راهو السوم نتاعو 2000 فرنك يتباع في الاسواق. وكما قلت لكم انا قبل نحط ديريكت كي نجي ننظف شليقه مبلوله ومعصوره معصوره بالقدا بالقدا، وديريكت تجففوها يا بسيشوار بمنديله جافه، والا تخلوها هكاك محلوله تقريبا نصيف ساعه لوين يضربها الهواء تشيح بالقدا بالقدا. كيلت كما قلت لكم هذاك الورق اللاصق يبدا ورق من تالي، وكي تحل على بعضه يولي لاصق. غلفته الحقيقة التغليفة حسيتها صعيبة، يلزمك حد يعاونك، انا وحدي اكلي هوكا نتعارك انا وياه. حاولت انه يكون من الجناب هكا عالي تقريبا 2 سنتيمتر، ومن الجناب الاخرين كيف كيف، وبتبيع من الطول هوكا هو بتبيعته وافي مترو العرض اللي شريته. وفي حصوص هذاك كان تحبوا نهار نقولكم عليه، وفي حصوص القفسي عمري ما عملتها معاكم به، ان شاء الله مره نعمل لكم مقارونه بالصوص بالفح القفسي. لفحات عملت التيكيات كتبتها بستيلو فتر، ستيلو فتر حاولت انه خط خشين بحكم انا ناقص انظر. التيكيات هذوك راهم موجودين في المكتبات في بارتو معناها موجودين، نكتب فيها اسم لفاح، اسم التوابل اللي موجوده في الحكه، ونحطها على الغطاء بحكم اني كي باش نحل الرف باش نلقى الغطيان هي اللي تبان. حاجة هكا سهلة افيكاس وصوم مرفق شعبية معناها للناس الكل. هذاك الفلفل الاسود حطيت اسود خاطر تيكي صغيرة هكا انا نفهم. هنا كمون مرحي حطيت كمون ماء معناها كمون مرحي خاطر عندي كمون حب. الحبق ما حطيتش خاطر حكة واحدة واضحة. القهوة ما حطيتش خاطر زادة حكتين واضحين المونة متاعي. زيادة الخميرة الفورية متاع الخبز ما حطيتش خاطر زيادة حكة واضحة. الحصيل وانتم ما تتصرفوا تحطوا فيها زيادة كراسة طبخ متاعكم. بالنسبة لهذو ما فكرتهم بعد، انا شريت لهم الحقيقة واحد نيلون على طولهم هاو كان موجود في الاسواق الاسبوعية، حطيتهم اللوش فيهم في عود ما نعلقهم في الكوجينة هاكا محطوطين غادي محفوظين خير، وأقل قربج هاكا فوق الكونتوار وفوق الكوجينة. الحصيل وتنظموهم كما تحبوا. توا نمروا للخلطة العجيبة، هذه الحقيقة تعلمتها عندي سنوات ما نعرفش قريتها في جريدة ولا شنوة. مكيال خل، ربع مكيال زيت، مكيال ماء، نخلطوهم نحطوهم ماذا بينا في فشفاشة ونفشوا كل بلاصه فشه من بعيد هكا باش تتناثر على البلايص الكل. ومن بعد نجيبوا بابي سيرفييت ولا ماذا بيكم منديله قطن 100% نمسحوا مسحه باهيه، تو تشوفوا الغبره وتشوفوا الوسخ اللي يخرج، تمسحوا مسحه باهيه بالرفه بالدفه. من بعد تجيبوا منديل زيادة قطني 100% وتجففوه في نفس الوقت اكل زيت يعطي اللمعه، اكل اللمعه هذيك اللي بالطبيعه يمتاز بها الام دي اف وهذيك المزيانه. نكملهم الكل، كملتهم انا الكل بنفس الطريقه، جففتهم. هذيك البرتقاليه راهي منديله كوتونات، ريتوه البرودوي هذا في العاده انا سنوات اللي الفارطه نستعمل فيه ديما البيت النوم نتاعي، اما هذه نستعمل لها في الخلطه السحريه. هذا رف زيادة اخر في ارموار كبيره حطيت فيها حاجات هكا زايده عندي.
غلفته كيف كيف، أو كان أحفظهم أرتبهم تجيني حاجة مزيانة ومرتوبة. حتى البابي كويسون نشري بالكمية. الجرات متاع المعون الحقيقة هذوما معون الاستعمال اليومي، الكسار كل شيء استعمال يومي، ما حطيتش حتى غلفة خاطر اللوح متاعها عملهولي النجار رطب برشا، أكل لي نحسه ما يخوفش، معناها حتى تدي فيه نقطة ما مش باش يصير له حتى شيء. ولو إني أنا نجفف بالقدي بالقدي المعون متاعي منحطه كان جاف تماما هكيكا نضمن إنه ما يصير له شيء. هذوما الجرات اللي عندي. عندي لمحالة أخرين ما وردتهم لكمش، أو كي تبدأ رطبة أنتم كي تعملوا كوزينير ام دي اف حاولوا إنه يعمل لكم دمها رطبة على الأخر. رطبة راهي تبدأ كل جزيز حتى فيها نكتة ما تبقى فم ما تشربش. بالنسبة للبلار غلفت له، عملت له تغليفة بالمنادل، المنادل من الفريب ديما أنا هاو كتلاحظوا في عندي منادل ديما ما همش عاديين خاطر نشري فيهم الفريب حاجة مزيانة. هذا الفيديو حبيت نفيدكم به لليوم، كيفاش نرتبوا كيفاش ننظفوا الكوزينير ام دي اف. الحقيقة انا اول ما عملتها لوجت في اليوتيوب شرشيت بارتو ما لقيتش لا افكار ولا شيء. هذو ما افكاري انا الخاصة، ان شاء الله عجبتكم. اذا عندكم انتم افكار اخرى فيدونا بها، وان شاء الله نهاركم زين.